حياكم الله مشاهدي الكرام، نتواصل مع لقاء جميل وضيف جميل حقيقة، حمل على عاتقه رسالة جميلة، رسالة إعلامية خيرية إنسانية في كل حياته، سواء كان في العمل الإعلامي أو في حياته الشخصية. اليوم معنا الإعلامي الجميل صالح جيرمن، حياك الله وتقبل أطاعتك. طاعت أطاعتكم، يعطيكم العافية ومشكورين على البرنامج الجميل والجو الممتع صراحه. الله يسلمك، هلا وسهلا فيك، اكيد منورنا. والصراحه لما احنا ندري ان ضيفنا مذيع نستانس، لانه بيسولف هو منا ومن نفسه. اهم شيء لا يعصب صالح. لا ما اعصب اكيد باللقاءات، ما اعصب باللقاءات، ما بس برامجي قضايا اجتماعيه لازم. عسى الله يقويك ان شاء الله. قبل شوي كانت ويانا طالبه كويتيه، هي الوحيده اللي تدرس طب بشري بالمانيا، اليوم انت معانا واسمك صالح جيرمن. يعني شوف الصدق، شوف محل الصدق، شوف الصدق. في شيء بالمانيا يعني مبين العيون خضر. هي سالفه جيرمن، طبعا هو لقب حق الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. كانوا ايام قبل ينادونه جيرماني جيرماني، وراحت عليه راحت جيرمن جيرمن، فالعائله كلها انشرت باسم جيرمن جيرمن جيرمن، راحت. والنعم فيك. الله ينعم حالك والوالد، عسى الله يرحمه واسرتك كامله. بعد راسي تسلم. صالح جيرمن، دائما يعني نشوف تبنيت القضايا الخيريه الإنسانية من خلال برامجك، تكلمني عن الرسالة اللي أو فلسفة صالح جيرمن شنو بالضبط؟ بشوف الكويت أو تركيبة المجتمع الكويتي متعلمة على عمل الخير، يعني أي واحد في الكويت اليوم تقابله تشوفه دائما يا عند الإشارة الصبح يعطي حق اللي واقفين عند الإشارة، أو مثلا تشوف مثلا في الكويت مشهورين في إفطار الصائم، أو مثلا يطبخون في البيوت أو يوزعون، فالعمل الخيري في الكويت خلاص مبنى ويانا من يوم إحنا صغار. أنا بلشت في العمل الخيري من قبل أيام العمل التطوعي، وبعدين صار برنامج محمل الخير اللي هو يمكن مد على 4 سنوات. يمكن البرنامج أخذ شهرة كبيرة لأن الفكرة كانت جديدة، صحيح، أنه شلون مذيع ويطلع بدون قطرة وعقال، وأنا اللي أشيل الأغراض وأنا أوديهم حق الناس، وهذا الجميل اللي كان فيه. واستمرينا مدة 4 سنوات لحد 2015. هالسنة طبعا ما توفقنا أن احنا نسويه، وبالمقابل طبعا بس انت سويته بشكل واقعي يعني بعيدا عن الاعلام، ما في يعني ما انقطعت عنه. هو الحلو في البرنامج، شوفي اكو جزء لازم العالم شويه على قولتهم دائما اذا بتعالج مشكله حط ايدك على الجرح. اي عندنا مشكله كانت بعض الناس ما تثق، يعني انا اليوم صالح منو اللي انا اعطيه، او هالجزئيه من وين اروح لياها؟ محمل الخير وراك بالعدسه شلون، يعني مثلا اليوم نوره اعطتنا مثلا غرفه نوم، بعد حلقتين تشوفين بالتصوير غرفة النوم شلون قاعد نركبها في بيت فلانة الفلانية، والعائلة نفسها تقعد على السرير واللقاء يصير على السرير نفسه. حلو. فنورة تطمئن حق هذا الموضوع. الجزئية الثانية، احنا ما كنا نربط موضوع الكاش، يعني اي شخص متبرع كاش ما ناخذه، احنا نعطيك رقم الحاله، تاخذون بس يعني منتجات، يكون شيء ملموس، شيء ملموس، او اذا فلوس ترحل دايركتلي على الفلوس، نعطيك رقم تليفون الحاله تتواصلين مع الحاله تلقائيا تروحي لها انت. لان وايد حالات كانت تحتاج ان الناس يعني تتبناها لمده سنه. أيه. فكانت وايد ناس لما تروح مثلا وايد اشخاص كانت يجينا يقول والله صالح انا عندي 100 دينار او 250 دينار، نقول له خلاص روح حق الحاله. عقب اسبوعين يدق تليفون يقول صالح هذه الحاله انا عندي. انا لما يشوف الوضع، واكو شغله مهمه ترى، هو مو انه يعني الكويت بلد خير وبلد نعمه، ودائما احنا نقول ما في احد في الكويت يموت جوع، مستحيل ايا كان لو ما يشتغل ما يموت جوع في الكويت الحمد لله، بس معنات ان في عوائل متعففه ووضعها المادي سيء، هذا في كل مجتمعات. انا الحين بعت جاب بالي سؤال على طاري كلامك استاذ صالح، هل في حالات مستحقه لهذه الدرجه 100 و150 دينار؟ طبعا بالكويت. اعطيك مثال، اليوم خلينا نسال نفسنا، واحده كويتيه، مثال واحده كويتيه دارت عليها الايام طلقت ما تشتغل، يعطونها شؤون 600 دينار، عندها 4 عيال، زوجها مو خوش ولد، ما يمشي نفقه، ما يشتغل، عندها حق النفقه مامه، 600 دينار عندك 4 عيال واجارك 400 دينار، شو تسوي؟ اي صح. زين هذه الانسانه متعففه، فتبدي الحواليها فلان يدز لي، انت تدق لي، صالح عندك احد يساعد؟ روح. اليوم موضوع المدارس، اكو وايد ناس مثلا ابناء الكويتيات ما تقدر تدخلهم مدارس. زين هذه 300 دينار، الناس يقول لك اوكي بالكورس 300 دينار، 300 في 4 يعني انت اليوم 1200 من يقدر يدفع؟ بالمقابل تجي تقول لي لما في تعاون صالح، اقول لك شيء ما تصدقه وعلى مستوى مو تجار،
أنا ما أتكلم على مستوى التجار، على مستوى الناس طبيعيين أنا وأنت ونورة وكذا، قاعد تسكر مبالغ أشياء ما تصدقها. يعني وايد حالات ضبط وحضار، وايد صارت حالات وأمور كثيرة صارت، وخاصة أن تكون طول السنة أو فقط في رمضان. والله أنا في رمضان يعني بالبرنامج كان رمضان، ولكن إحنا يعني كجروب عندنا جروب شباب كل سنة عندنا اثنين الله يجزاهم خير، مشكلة ما يرضون أقول أساميهم، عندهم شركتين، الشركات هي متخصصة في المواد الغذائية، يوفرون لنا تقريبا ما تلحق 50 عائلة. أي ما شاء الله. وإحنا ندق عليهم تليفون، هذا من غير تصوير، إحنا جروب تطوعي صارنا 3 سنوات في هذا العمل، وندق على العوائل ويون يأخذون ماشلتهم كاملة مكملة. حلو كلام جميل، بس خلنا أوضح الشغلة. صالح جيرمان يعني يقدم الرسالة الخيرية أو الإنسانية صح القول، مو بس محمل الخير، أنت خارج خارج مو ما شغل التصوير. هذه المشكلة، اللي بيسوي خير ما أنطر إعلام، يكمل رسالته، ما أنطر يعني شوف إحنا عندنا مشكلة اليوم، لما أنا مو شرط أنا أطلع على الهواء أقول مشكورة نورة عبد الله صراحة رايتش بيضة وتبرعت، مو صح. إيه؟ هذا مو صح، هذا رياء. هذا رياء، أنا بسوي عمل خير مو لازم أقول الاسم، هذه جزئية صح. اثنين أعمال الخير أنت روح اسأل شوفهم، اثنين تقول لي أنت قدمت برامج خلال 10 سنوات، أنا أقول لك 10 سنوات هاي كلها أشيلها وعطني هذه الـ4 سنوات مال رحمة الخير. ليش؟ شوف لما اليوم تطرح قضية، مثلا تطرح قضية المتقاعدين، تطرح قضية المطلقات، تطرح قضية العنوسة، الزواج الثاني، الخيانة الزوجية، لما تتمشى في المجمعات تشوف الفيدباك من العالم، قواك الله أخوي صالح وش موضوع ذيك اليوم. بس العمل الخيري لما تخلص الحلقة وتقعد وياهم تشوف اليهال، تشوف الابتسامة على اليهال، مشكوري. أنا أتذكر العام وزعنا خامات حق العيد، والله العظيم يعني مع شركات، طبعا أنت تكون مع شركات، أنا أروح للشركات والشركات تعطيني أنا أودي لهم يا يعني. والله العظيم أنا أتذكر واحد من اليهال قال لي يبا، بكيت أنا ماني أبوه، بس قال لي يبا خيطة، يعني شيء تلقائيا طلعت منه الكلمة. فأنت اليوم هذا الجزء لما تحسه، أولا هذا الشخص أيا كانت جنسيته راح يبدي ولاء للبلد، لما يقول أهل البلد في هذا الطبيعة راح يبدي ولاء لهذا البلد. أكيد. اليوم لما ندش على المناطق اللي مثلا سكن العزاب، أنا العام سويت تذكر يمكن أول مرة أصير بوفيه لايف حق 250 شخص. انت سويت سيارة؟ ما سيارة سويناها العام، سويت شيء أكبر، سويت بوفيه لايف على الهواء، سوينا بوفيه حق 250 شخص 30 يوم ما شاء الله. حطيناه في العرضية الصناعية وحطينا إعلانات وكنا نصور في الكاميرات الناس تي تاكل، وخلينا أهل الكويت يشاركون ويانا. شلون تشارك؟ تجيب النكسة مالتك، جيبها 5.5 حطها على الصفرة وخلي الناس تاكل. شيء جميل كان هذا العمل الصراحة، يعني قاعد تخلق جو وروح، وأكيد إحنا بلد الإنسانية مو بعيد علينا طبعاً. إن حضرتك تكون أيضا مساهم في هذه الرسالة. بس أنا كنت أبي أسأل الصراحة من سوالفك اللي هي قلت لي أثاث، يعني مو بس إنه ماشلة أو أكل طبعاً. هل مع شركات تتبنى أنت من خلالك أنت تتواصل معاهم؟ يعني شوفي في أو إنه هو مثلا حد أشخاص مثلاً ما يبي الأثاث هذا؟ لا أشخاص، إحنا معروفين بالكويت كل شوي نبدل الأثاث. لا أشخاص، يعني مثلا الحين نورة إعلامية مشهورة ومعروفة، واحدة مثلا دقت علي قالت ترى عندي الحالة، فنورة مثلا مو متخصصة دق علي، يعني انا وايد عندي من الاعلاميين مكانك اعطيهم عيوني اختي بعد راسي يتصلون فيني صالح عندك هالحالة انا اخذ الحالة. فطبعا عندنا ناس دقوا علينا، عندنا مثلا اثاث، عندنا ملابس، عندنا فاحنا عندنا ارقام تليفونات عوائل وايد، ناخذ الاثاث ونودي لهم اياها، ناخذ الملابس ونودي لهم، بس بشرط ما يكون شيء مستهلك جدا، يعني أيوة. مو شيء فايض ما تبي، لانه بالنهايه في كرامات للناس. طبعا يكون يعني حتى استعماله زين. كنت ابي اقول عن سؤال انه هو يقول مو بس ان الماكله، يعني احنا كنا نستغرب محمد انه كان برا الكويت، احنا دائما نسمع التبرعات، فالحين ما شاء الله داخل الكويت وايضا في اسر كثير محتاجه. سمعته قبل شوي نقول عن سالفته اللي قلناها تحت الهواء انه هو نحورب باللي قاعد يسويه. تعرضت لحرب طبعا، هذا عمل خيري بعد وحرب. شوف انا مع القانون، انا احترم القانون، يعني كانت في جزئيه ان هذا مخالف للقانون من قبل، كانت يعني احدى الوزارات وانا قعدت وياهم واحترمت هذا الموضوع، ولكن احنا دائما خلينا نتكلم اليوم اذا انا ابي ادش تحت سقف مؤسسه، اذا انا سويت اعلان
نعم. أنا لما أدش تحت سقف أي شيء أنا إعلان، أنا قاعد أحط لك شيء رسمي قدام يعني قدام الناس، حالات قاعد تشوفها بعينك مصورة. يعني أنا أتذكر إحنا نشوف إحدى الحالات مع المشاهدين، هذا بيت تذكرنا بالمحمل الخير. شوف هذا البيت، شوف لا في أثاث ولا في شيء، وفي تقرير ثاني يعني حتى الفراش على الأرض شيء. يعني شوف الحين البيت هذا راح في تقرير ثاني أتصور يمكن الإخوان عندهم إياه. شوف شلون نستلم الأغراض من العالم ونروح احنا، يعني مو عمال. انا اقص الزل. حلو. انا بسالك شنو اصعب حاله مرت عليك داخل الكويت شفتها؟ شوف اكو وايد حالات، بس انا اقول لك حاله اثرت فيني. طبعا وايد حالات اثرت فيني، بس بقول لك موقف. بما ان احنا جراب على العيد، انا عاده في العيد ما اقعد في الكويت، يا اكون مسافر يا بالشاليه مع الاهالي. قبل سنتين وهذه زوجتي تسمع، كانت موجودة وياي. قاعدين الساعة ثلاث، شكلك بتبتشينا. قاعدين الساعة ثلاث الفجر، وللحين أتذكر في الشاليهات أنا معي عيالي. ثاني يوم العيد والله ساعة ثلاث الفجر رن تليفوني، زوجتي قاعدة. استغربت، شلت التليفون ولا وحدة كانت تقول لي صالح أرجوك أنا بالمخفر الفلاني قسما بالله، واليوم ثاني يوم العيد وياي ولدي عمره سنتين وماسكيني عليه ضبط وإحضار 350 دينار قسما بالله، يعني مش رياء، ولكن دقيت على الإخوان في المخفر، وهذه تحية للإخوان في الداخلية جدا كان تعامل راقي. قلت له أبي منك طلب واحد بس، أنا بالخيران بس أحتاج ساعة عشان أوصل لك، ممكن ما تحولونها؟ قال لي إحنا زامنا ليه الساعة 7. طلعنا من الخيران أنا وزوجتي ورحنا البنك وسحبنا وطلعناهم. والله أنا لو أقول لك المرش سوت ويا زوجتي ما راح أصدق، يعني باست راس زوجتي اللي ترجت فيها وخذيناها بالسيارة وصلناها. هذا العمل اليوم لما تقعد هذه المرأة تكمل الأربع أيام مع عيالها على 250-300 دينار، شنو من عمل جميل. بالمقابل احنا لازم نتكلم بصراحة، احنا اليوم عشان نجهز حق العيد كل واحد فينا مو أقل من 2000 دينار قط. سلام. كل واحد فينا اليوم في المطار مو مجهز أقل من 4-5 آلاف حق السفر. أكيد. فهذه الجزئية مهمة، هذه الرسالة اللي أنا أقول. وأنا أقول مرة ثانية، تبون تودون برا الكويت ودوا، بس أول شيء شوفوا هني، شوفوا هل الكويت، شوفوا الناس اللي موجودة الآن. ودائما أنا أقول كلمة وهذه رسالة لازم للكل يسمعها، عمل الخير ما في جنسية. صحيح. يعني لا تسأل هذا كويتي ولا مو كويتي ولا شنو، وعمل الخير ما في مذهب. يا سلام. وعمل الخير ما في عائلة، أنت تحترم بفلان شنو أصله شنو فصله شنو مذهبه شنو جنسيته مو مهم، اللي بيساعد شخص يساعده. أكيد. لأنك العمل لله بالنهاية، وهذين كلهم عباد الله يعني. فأنت اليوم توصل إلى هذه المرحلة. الله يجزاك خير، وإن شاء الله نسألك القبول، وهذا مو غريب عليك، خصوصا أن أهل الكويت جبلوا على هذا العمل الخيري. إحنا اليوم يعني قبل يمكن كم شهر منتدى الإعلام بدبي قدم شعار جميل، إعلام أبعاد إنسانية. قبلها وهذا سبق لدولة الكويت، معالي وزير الإعلام أطلق خطة كاملة متكاملة في إبريل العام الماضي. لا. قبل سنة، قبل حتى دبي، مع احترامنا لدبي يعني، خطة تحت شعار الإعلام الإنساني. أنت كإعلامي اليوم قاعد نشوف الإعلام متخصص ما بين رياضي سياسي اقتصادي اجتماعي أدبي ثقافي. صح. هل يستحق المرحلة هذه أن يكون في إعلام إنساني؟ طبعا. لا شوف، أكو عندنا مشكلة. إحنا اليوم نرتقي في الإعلام شيء، يعني مثلا خلنا نتكلم، مثلا خلنا نقول مثلا تلفزيون الكويت. حلو. تلفزيون الكويت كان عليه نقد خيال، اليوم تلفزيون الكويت قاعد يخرع، ينافس في برامجه، ينافس في مسلسلات، ينافس. يعني اليوم لما تيجي تتكلم عن الطاقات هذه، مثلا اليوم تتكلم مثلا على على الوكيل مثلا طارق المزرم، تتكلم على مثلا ابو محمد وكيل التلفزيون، تتكلم على المايسترو محمد المصري، تتكلم على المعد قاسم عبد القادر، هذيل اخلقوا جو. احنا اليوم وصلنا الى مرحله، انا وانت ونوره ومجموعه، كافي شهره، كافي نتمشى في المجمع، ممكن اصور وياك. شنو سوينا يعني؟ خصوصا الحين الشهره بين الشباب والسوشيال ميديا مفهومه غلط يعني في هذا العمل الصراحه. يعني اليوم مثلا انا اكلمك شغله، انا في السناب شات اليوم اي واحد شرط يكون ما عنده محل، واحد وحده يسوون منتج في البيت يدزه، انزل له الاعلان وشيء ببلاش مجانا، ونحطه في غبقاتنا وندعمه ونتكلم. خلي يشتغلون شباب الكويتي. اليوم العمل الإنساني لازم تفهم، يعني اليوم
السناب شات مو انك انت كاعلامي شو اللي قاعد يصير، انا كاعلامي والله ترى اليوم رايح وشريت قطره مش عارف، مو هذا الواجب. اي صحيح، انت اليوم وصل مسج حق العالم. السناب شات مهم، الشاشه في التلفزيون اليوم مهمه. احنا مشكله بعض الاعلاميين للاسف ندور قضيه لتسوي مشكله. أيه. والله الفنان الفلاني يتكلم على فلانه، الممثل الفلاني مش عارف، يعني خلاص. عندي بس نقطة بعد بسألك عليها إذا محمد توافقني الرأي بعد. في كثير إحنا نشوف على السوشيال ميديا مثلا سواء بنات أو شباب أيضا قاعد يتبنون نفس رسالتك، ما تفكر إنه على مدى، يعني ما راح أقول بعيد، خلنا إحنا فيها الحين، إن أنت مثلا تتبنى مثلا هالجمعية أو منظمة أو أمر ما، تصير أنت تترأسهم وأنت تمشيهم معك وتكبر إنه بدل أنت و... يعني أمانة الفكرة هذه موجودة، وإحنا قاعدنا قبل رمضان والمفروض يكون في اجتماع في 25/7 على اساس نحط الاليه حق هذا الجانب، وهذا الباب مفتوح للجميع. ما في رئيس مجلس اداره ولا في مسؤول ولا في مش عارف ايش الهدف بالنهايه. احنا عندنا مشروع راح نبلش فيه ان شاء الله بدايه الصيف، وهو تنظيف الكويت، وراح يشوفون بعينهم شلون ننظف. التنظيف راح اوريك التنظيف الصح. بس حر عليكم صيف وقيظ. لا لا، ما بالنهايه هذا العمل عشان اوصل المسج، عشان اليوم الناس ترحم العالم اللي بالشارع. انت اليوم تروح للشبرة 2 الظهر وانت قاعد في المكيف وما يعجبك هذا اللي قاعد يبيع رقي، بالنهايه هذا موت قاعد يموت. احنا نبي ننزل الظهر ونبي ننظف ونبي نوري العالم ان هذه المعاناه اللي قاعد يمرون فيها الناس. صحيح. وعقبها راح اقابل الاستاف هذا كله، عطني شعورك اللي عطشان واللي تعبان واللي كذا واللي 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 واللي، ويمكن روح يعيشون الحاله. احنا اليوم لما تعيش الحاله توصل حق المجتمع شلون يكون في تراحم. هذا المسج اللي بنوصله. اليوم العمل التطوعي عمل جبار جبار وجميل جدا وينمي الشباب. المشكله انه قاعد يفهم غلط، قاعد يفهم انه لازم يكون دعم. تعالوا شباب الرياضه دعمونا، ليش ندعمكم؟ تعالوا وزاره الاعلام ادعمونا. هي الموضوع مو فلوس، موضوع عمل. يعني اليوم اذا انا كيف تفرح احد يعني بالنهايه، يعني انا اليوم اذا 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 بجمل شارع بشتري لي صبغ اسود واصفر وبصبغ الرصيف كله، شنو التكلفه مالته؟ سابقا ترى كان يصير كذي في الكويت، مجاميع تصبغ الرصيف. هذا اللي قاعد نقوله. احنا اليوم خلينا نتكلم على الاخوان في وزاره الداخليه، هذا الجهد الجبار اللي قاعد يبذلونه في رمضان في المساجد في الشوارع في اماكن اكلها. انا اتذكر وما زلنا نتكلم في هذا الموضوع، وين المشكله؟ قبل ما في حادث احنا نصف سعيرنا على اليمين تذكرون، ننزل واحنا ننظم الشارع. وين العيب في هذا الموضوع؟ كانت هذه الجزئيه مهمه وخلقت حتى مقطع كلامك له بالخير. الدوريات كان قبل يمكن يخرعون الاطفال فيها ان دوريه ولا بياخذك ولا هذا. انا اعتقد ان الحين المفهوم ايضا تغير للدوريه. تخيل لو تشوف دوريه في الشارع تقول اشوه امن وامان، لو شفتها تيجي تقول احسن الحمد لله. احنا والله في اشوف اكو شغله أكو، وهذا لازم الكل يعرفها. ممكن احنا يعني احنا عندنا سقف الاعلام مرتفع وايد، وعندنا نقد ننتقد، وعندنا مجلس امه وننتقد بعض الاخوان والوسوان الوزراء اللي كلهم كل احترام اعضاء مجلس امه، بس ناس بيعرفون نقطه ان الكويت فيها امن وامان وفيها خير ما موجود في العالم كله. هذه نعمه ونعمه نعمة. واحنا لما ننتقد مش خلاف، احنا ننتقد لنرتقي، احنا قاعد ندور افضل ومن حقنا ان شاء الله. عسى الله يديم نعمه الامن والامان علينا على ديرتنا الحبيبه، وعسى الله يحفظ الكويت وشعبها الكريم يا رب. وقائدها قائد العمل الانساني عسى الله يحفظه ويرعاه. احنا برمضان الحين قواك الله على كل شيء قاعد تقدمه مع المدارس الانسانيه والخيريه. اجواءك برمضان شلون صايره يا صاحبي؟ أول شيء مشاهدينا اليوم راح يكون عندي ضيف أساتذة. الحين أنا راح أكون مذيع وأنتوا الضيوف. يلا يا ريت. شوف أنا وايد مجرب برامج رمضان. أنا بسألكم سؤال أنتوا الاثنين. الآن أجواء رمضان قاعد يأذن الساعة 7:15، عندكم برنامج الساعة 10:30، لازم تكون في الاستديو الساعة 9:30. شلون تعيشين رمضان؟ سؤال هذا اللي بتقول لي انا راح اولول. متى تروحين؟ انا من الظهر لازم اكون في الصالون وارجع، يعني ما يمديني. مثلا انا اليوم مو متفطره، تمره بس وطلعت. حلو. واكيد على ما اخلص من الصالون ما صالون كذي واي هني على طول، يعني تعرف زحمه وحين ما شاء الله. حلو. العيد قرب فعشان ادارك بس زحمه. حلو. الشارع كل يوم طبعا حلاق.
كل يومين مره. حلو. اي والله زين. عيال ما يسوي شيء يعني، ما تفتقد الاجواء الرمضانيه؟ والله افتقدها نوعا ما، الجزء الاهم من بعد الفطور لقبل السحور شوي، الجو الاسري هاي تفتقده. اي والله تفتقده. يعني الموضوع مو موضوع اعلام انه بالتلفزيون، يعني الناس يمكن تشوفكم الاعلام والله مستانسين تلفزيون وكذا، هذا الجانب التلفزيوني ما قاعد يفقدك جانب اسري؟ بلى كثير. كلهم اسالهم، كلهم المصورين، فريق يعني العمل اللي بالكنترول، نعم. بالكنترول روم. احنا بالنهايه بشر يعني، انا مواطن كويتي. شلون قاعد تعوض هالموضوع؟ محبة الناس حقيقة اللي قاعد أشوفها، ورد الصدى من الناس لما أقدم شيء يقول لي أنت قدمت حلقة حلوة اليوم، ضيفك جميل بعد رأسي مثلا كذي يعني. زين نورة، تخلصين الساعة 12 بعدين تمارسين حياتك الاجتماعية؟ الصراحة يعني مثلا الحلقة مو اللي طافت اللي قبلها، بداني أروح أكمل غبقة مع أمي، بس يعني مو كل مرة، صعب يعني، يدوبك على ما أطلع من هني أشوف أهلي كذي على السريع وخلاص يعني، مو ما أشوفهم مايد، أنا أشوفهم بالتلفزيون، أمي وأبوي يشوفوني بالتلفزيون. نورة شنو صرنا ضيوف؟ شايف؟ الآن بس سؤالي، بالعيد راح تسوي؟ بالعيد؟ ايه؟ والله احتمال كبير إني أسافر. تسافر مع الـ مع الـ مع الأسرة؟ تعويض؟ مع الشباب صراحة. مع الشباب راح تسافر. حلو. بكون مع أمي أنتي أكيد، أبي أكون معها بالكويت. ماكو برنامج يعني. قاسم عبد القادر دق عليه يقول شنبيك مش هذا في حالة لم يتصلوا إذا اتصلوا عليه خلاص طب. دقوا عليه قالوا في برنامج، انتهينا، انتهى انتهى انتهت حياتك. زين ممكن نكلم مثلا محمد المصري، ممكن نكلم الوكيل، ما في ابو عزوز؟ والله ما نقدر نرد طلب كلش نهائيا. اول شيء مبدعين وجهد جبار قاعد تبذلونه، وحقيقه مو مجامله، بس ادري انا العمل التلفزيوني متعب، لازم واحد مو من نفس الاذاعه يختلف شويه، لازم واحد يجهز له ويتعب ومش عارف ايش. يمكن قاعد تشوفونهم ترى كل يوم او كل يوم وترك، حلوين وايد حلو البرنامج واللوكيشنات، بس ترى الفريق يمكن انا صورته قبل شويه جهد جبار قاعد يبذلونه، يعطيهم العافيه. قاسم عبد القادر داق علي 9:30 اليوم يمعه 9:30 الصبح داق علي، فيعطيكم العافيه وجهد جبار والله امانه قاعد تبذلونه. اهتمامنا فيك هذا يبين قدرك ومكانتك. الله يخليك بالعكس، وانت اضافه اعلاميه، الله يخليكم، شهاده يعني اعتز فيها، واتمنى يعني ان فعلا تلفزيون الكويت، وهذه يمكن رساله حق معالي الوزير والاخ العزيز طارق المزلم بفواز، انا يمكن قلت لك اياها من قبل واقول لك اياها مره ثانيه، تلفزيون الكويت استمر الحكي اللي برا، وخلني افتحها شويه، خل ارجع على برنامجي، اللي يقول لك والله دفعتوا حق هالبرنامج هالكثر ودفعتوا حق هالبرنامج، قول له احنا دفعنا عشان تشوف تلفزيون الكويت، عنده 5 مسلسلات حصريه اليوم، عنده هذه البرامج المنوعه، عنده التميز، تلفزيون الكويت اليوم قاعد ينافس اعلى التلفزيونات، اذا حطينا برامج ما عجبكم، اذا ما حطينا برامج قلنا وين تلفزيون الكويت ميت، وين الستاف؟ فاليوم يا ابو فواز امشوا على هذا النمط، هذه الطاقات الشبابيه اللي حقيقه مبدعين في التقديم، استمروا وياهم، وبالعكس احنا وايد فخورين بان يكون عندنا تلفزيون دوله في هذا المستوى. بامانه اليوم قاعد تلفزيون الكويت ينافس على مستوى الدراما، قاعد ينافس على مستوى البرامج من لوكيشنات ومن ديكورات، امانه انا هاي يمكن ثاني ديكور ادش له، شيء فوق الرائع. تلفزيون الكويت قاعد ينافس في الاخبار الرياضيه والامور الرياضيه، فبالعكس الاستمرار، خلي الناس تنتقد، احنا اليوم مش نسمع تويتر يقول والله مثلا وكذا، وانا اقولها على الهواء، القصار يعني ابدعت، واللي يتكلم على هذا البرنامج يقول انه والله المبلغ اللي دفع له، انا قاعد اقول كان تندفع مبالغ حق برامج ما حد شافها ولا احد دراها، بالمقابل اليوم القصار عالميا، من خلينا نقول على مستوى الشرق الاوسط، وانا بضرب مثال بسيط على هذا الموضوع. اليوم امس كانوا مطلعين ميزانيه مالت برنامج رامز، شيء يمكن مهول ويخرع، بس اليوم تلفزيون الكويت هذه الميزانيه حقق اليوم عندك 5 مسلسلات حصريه، دكان جميل جدا، دكان بنواف. اسمح لي على المداخله استاذ صالح، ترى انت يعني من الاعلاميين المعروفين انك صريح. انا ما جامل اليوم يعني فلسفه تلفزيون الكويت من خلال رؤيه معالي وزير الاعلام، قدموا الاعمال اللي موجوده كلها اعمال محليه كويتيه، صح، من خلال المسلسلات اللي قاعد تشوفها، صح، فهذه فكره جميله وبادره حلوه. شوف خليني اقول لك شغله، انا في افتتاح المؤتمر مالكم في تلفزيون الكويت كنت قاعد مع هذه عزيزة علي أم سوزان حياة الفهد، وسألتها السؤال، قلت لها أم سوزان شلون تلفزيون الكويت؟ والله هذه أم سوزان تسمع لي، كانت تقول لي صالح حسينا أن رجعنا،
يعني شوف ام سوزان ما وقفت ولا سنه، بس اليوم لما تلم الطاقم الكويتي كله، الحين اليوم لما تكلم عبد الحسين عبد الرضا في اذاعه الكويت شيء قوي، تتكلم حياه الفهد، تتكلم هدى حسين، تتكلم اسماء اليوم حتى طارق العلي في طارق، يعني انا رحت للاستديو مال طارق العلي، شيء يخرع، شيء جميل. اليوم لما نشوف هذا الجمال، بالعكس اصلا قلت لك انا وارجع اقول لك هذا يعطينا احنا ان نتنافس. خلونا اليوم نفكر شلون نصق على تلفزيون الكويت، خلوا القنوات الثانيه باكر تبحث عن هذا الامر، عن هذا التميز. شوف ما في قناه، وانا اقولها للمره العاشره، ما في قناه اقيمت في الكويت الا بسواعد رجال تلفزيون الكويت، من مصورين، من مخرجين، من 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 من, من. فهذول ابناء تلفزيون الكويت ممكن ينجحون تلفزيون الكويت افضل ما ينجحون برا. صح، وهذا اللي صار في هذه السنه، ونتمنى انه يستمر اكثر واكثر واكثر. وهذا الشيء الجميل، يعني هذا اللوكيشن الخارجي يمكن من اصعب اللوكيشنات. صحيح، انك تصور خارجي ومجمع بشكل يومي، وشكل يومي والناس قاعدة، وفكرة الديكورات وايد حلو، يعني وايد وايد جميل ومتعب، متعب جدا. يعني قاعد أتكلم اليوم على أكثر من 7-8 كاميرات، وكاميرات محمولة، والإخوان المصورين، شيء جهد يحتاج له أن اليوم الناس تقدر. وصدقني اليوم أنا يعني أقولها للشعب الكويتي، ترى إعلاميين المميزين اللي قاعد يقدمون هذه الحلقات ترى ما يبون شيء، والله كلمة بتويتر تكتبون أيوة شكرا الله. لكم أبدعتوا جزء جميل، لا تشوفون عاد الشغلة الفلانية هديتوا كل شيء مصورين لي تشم المذيع، والله شوية وصخ، يعني لا تمسكون التكة الصغيرة هذه اللي فيها هالأمور هذه. حقيقة كل كلمة ذكرتها أستاذ صالح هي شهادة ووسام لنا أنا وزميلتي نورة، نشكرك خصوصا أنك من الإعلاميين اللي ما يعرفون يجاملون. الحمد لله، وأنت مفخر لنا كإعلامي. وأنا بالعلى والله أتشرف، وبالعكس وهالكلام الله يشهد أنا قلته حق بصباح بويها، قلت له جزء وجميل، وان شاء الله يعني حسب الاخبار اللي انا عندي اياها ان استوديو 800 قادم. اي صحيح، ما شاء الله كل شيء عندك بالاخبار. وانا اقولها مره ثانيه، لو لقيت قصور في تلفزيون الكويت راح انتقد، راح اقول، لان من مصلحتي بالنهايه انا لما اسافر برا انا كويتي، فتلفزيون الكويت يمثل لي في ايا كان. فاليوم كل ما ينجح كل ما شيء افضل، خلينا نعزز الانتماء، يعزز يعني الانتماء الوطني، اصلا يخلي منافسه، يخلي اجواء التلفزيون. وراح تشوف السيزون الجاي شهر 10 راح تشوف التلفزيونات الثانيه كلها قاعد تغير ديكورات، وانا انا انا عندي معلومات هذه قاعد اقول لك اياها، قاعد يغيرون ديكورات لانه يبي ينافس اليوم. مصادرك من وين؟ وايد، انا علاقتي مع تلفزيون الكويت اول شيء قويه، وقلت لك انا يمكن انتقدت تلفزيون الكويت وايد، بس اليوم لما اشوف هاي التجهيزات وهاي الترتيبات بالعكس شيء مرتب وشيء حلو، والله يوفق. قواك الله ويعطيك العافيه، انتم اللي مشكورين وصراحه فيك الخير، وانت البركه في حلقتنا لهذه الليله، ومشكور وما قصرت على كل كلمه اطراء ذكرتها، سواء لي او لزميلي او لكل فريق العمل، وايضا لتلفزيون الكويت يعني والقياديين كل ابوهم الصراحه. الله يشهد، وانا حقيقه يعني يمكن كان المفروض يكون في شخص مكاني انا يتكلم عن عمل تطوعي وهو زميل ويانا، ولكن انا اقدم تحيه للفريق اللي معاي، ما يبون ذكر اسامي بيرفضون هالامر. انت أقول انت لكم افضل انك كنت ناطق رسمي، الله الف خير، وهذا العمل الجبار وعمل الخير يبقى وياك. والله العظيم انا قاعد تيلي اتصالات من ناس يمكن ساعدناهم قبل 3 سنوات ما يقول لي شيء، جزاك الله خير وقواك الله وعساك دائما او بو فلنتان او فالعمل الخير يستمر وياك ويمشي ويثمر. وبالنهايه لو شخص واحد يدعي يقول عسى الله يخلي الكويت ويخلي اميرها ويخلي هاي القياده، اللهم امين، تكفينا الدنيا وما في، احنا ما نبي دعاء لنا، كافي دعاء حق الكويت وحق القياده، يحفظ كويتنا ان شاء الله. اللهم الله امين، وان شاء الله كل المشاهدين يقولون معنا امين. وانا كنت بسالك، عندنا تقرير عن مسابقه كلام اول، شلونك مع كلام اول؟ كرة القدم، شنو هي كرة القدم بالكويتي قبل؟ كرة القدم طنباخية. والأخ يقول لي فوتبول. راح نشوف، احنا سائلين عدة أشخاص أكيد من خلال هذا التقرير، نشكرك جزيل الشكر. خلونا نشوف مع المتابعين فقرة ومسابقة كلام أول ونرجع لكم من جديد.